السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة نيمة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد قواعد الكؤوس باش نكملوا الطقم ديال ديك الصينية اللي جات شكل الجيود اللي عجبتكم وأنا عجبتني، واليوم بغيت نكمل الطقم. يلا معايا باش نشوفوا كيفاش درنا لهم. دعوا على بركة الله. غادي نحتاجوا الاساسيات اللي هو الريزين الاو المصلب ديالو هو البي. غادي نحتاجوا القفازات، قناع وميزان. وديك القناع الماسك يا اما نستعملوا هذا اما نستعملوا، الا كنا غادي نخدموا بزاف بالريزين نستعملوا هذا بروفيسيونيل، ولا بد من تهويه المكان منين نخلطوا الريزين. غادي نحتاجوا لهاد القوالب هادو، انا واخداهم من امازون وتقدروا تجبروهم في علي اكسبريس. واما غادي ديروهم في الدار بسيليكون اللي ما تقدرش تشريهم. راني دايره فيديو خاص كيفاش نديروا لهاد القوالب. شوفوا ادخلوا للاي وغادي تجبروهم، واما في صندوق الوصف. غادي نحتاجوا للريزين اللي خلطته بالأ زدت عليه البي 220 غرام ومن بعد خصنا نخلطه 3 ديال الدقائق. هنا غادي نخوي جوج ديال الكيسان اللي فيهم الريزين باش غادي ندير فيهم اللون. غادي نحتاجو لهاد الزاج المهرس وغادي نخلط معاه هاد لي بايات مع الجليتر، وغادي ندير معاه الاكريليك الصباغه ديال الاكريليك حتى هي، وغادي نزيد هاد الجليتر هاد البايات اللي شويه غليظه، وكل مره تنزيد شويه لان الذهبي فيه جوج ديال الالوان. اذا غادي نخلط كل شيء مع ديك الزاج. وبالنسبه لي بايات وهادشي اللي تتشوفوا راني واخداهم من اكسيون، وكاين الاشياء اللي بحال هذيك الزاج المهرس خديته من ايكيا، وهاد لي بيغمون بحال هذه البيضاء بحال ديك الذهبيه بحال هاد لي بيغمون هادو خاصين بالريزين. واخداهم انا من امازون وتقدروا تاخدوهم من علي اكسبريس او تلقاوهم عند منين تشريو الريزين تسولوهم على هاد الغبره ديال الريزين في الالوان، غادي تجبروهم موجوده عندهم. هنايا في الاول غادي نهز ديك الزاج وغادي نبدا ننزلو هنايا في الجنب ونكمل هاد لي مول كلهم. اذا انا غادي نحاول غير في الوسط، نحاولوا باش ما نمشيوش للجوانب، في الوسط غادي نصب هاد اللون الابيض. وبالنسبه لهاد الريزين كما نديروا الريزين لابد نديروا بهاد السيشوار باش نحيدوا ديك الفقاعات. وهنايا بان لي انني خصني نزيد شويش ديال ديك لي بايات تنديرو على ديك الحجر من الجانب.
وانا تندير ديك الصباغه اللي فيها الكول ذهبيه، انتما تشوفوا تجي من الفوق، تجي روعه، تنصوب بها. اذا غادي ندير نقيطات من الفوق، ومن بعد غادي نبقى ندير بواحد العود خشبي، غنبقى ندير نشكل خطوط وتموجات. وهنايا عاوتاني غادي نزيد شويش ديال الريزين، كل مرة تنزيد شي شويش. هنايا بان لي ديك الذهبي ما بقاش يبان بزاف، زدته عاوتاني على ديك الحجر، زدت شويه ديال ديك الذهبي من الفوق، وعاوتاني زدت شويه ديال الريزين. ودابا تندير ديك الشاليمو ولا ببريكين، نحيدو ديك الفقاعات. وهنا اللي غدا منين تصلب، بان لي ان ديك الزاج المهرس كان مازال تيبان من الجناب، فضلت انني نزيد له طبقة اخيرة ديال هذا الريزين باش ندرق ديك الزاج المهرس. صافي خليته 24 ساعه حتى تصلب مزيان، وستشوفوا انني ما ديك الزاج المهرس ما بقاش يبان على الجوانب من نزلتو ديك الطبقه الاخيره، والشكل ديالو جا جميل وجا راقي، وهاد الجوج ديال الالوان الذهبي والابيض جا عاطي واحد جا شيك وجا جميل بزاف. ما محتاجينش اننا نخلطوا الالوان بزاف، اذا جوج ديال الالوان عطى هاد الشياكه لهاد ديال هاد قواعد الكؤوس، وكملنا الطقم ديال ديك الصينيه اللي حتى هي جات راقيه. وانتم شفتوا الشكل ديالها في الفيديو السابق، واللي ما شافش يقدر يرجع للفيديو ديال هاد الصينيه هذه ديال هاد الجيود. اذا
انا عجبني هذا الفيديو وشاركته معكم، تنتمنى انتم يكون عجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وتشاركوا الفيديوهات ديالي مع الاحباب والاصدقاء، او اللي اول مره تيشوف القناه وعجبته القناه ما يترددش انه يدير الاشتراك، واللي التحق بنا في هذه القناه نقول لكم مرحبا بكم، ونتلاقاو فيديو اخر باذن الله، ونقول لكم تبارك الله عليكم الغزالات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.